السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. لا زال الكلام في مباحث اللغات من هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي الدمشقي رحمه الله. وبلغنا قول المصنف: فصل ليس بين اللفظ الذي هو الصوت المعتمد إلى آخره، في صفحة 146. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل ليس بين اللفظ الذي هو الصوت المعتمد على مخرج من مخارج الحروف ومدلوله، وهو ما دل عليه اللفظ، مناسبة طبيعية عند الأكثر، خلافا لعباد بن سليمان المعتزلي. نعم، إلى هنا هذه المسألة الأولى في هذا الفصل، وهي مسألة الخلاف في أن بين اللفظ ومعناه مناسبة طبيعية. فقال المصنف رحمه الله: ليس بين اللفظ الذي هو الصوت المعتمد على مخرج من مخارج الحروف ومدلوله، أي ومعناه. ليس بين اللفظ ومدلوله، أي لا، ليس بين اللفظ ومعناه. قال: وهو ما دل عليه اللفظ، شرح لقوله مدلوله، مناسبة طبيعية. يعني ليس بين اللفظ ومعناه مناسبة طبيعية، يعني ليس هناك مناسبة من طبيعة الحروف التي تتشكل منها الكلمة التي يلفظ بها الآدمي تحمل الواضع على تسمية ذلك الشيء بهذا الاسم. فمثلاً كلمة أسد، الهمزة والسين والدال، هذا لفظ، ومدلوله أي معناه هو الحيوان المفترس المعروف. فهل بين اللفظ وهو كلمة أسد وبين معناها المعروف مناسبة طبيعية حملت العرب على أن يسموا ذلك الحيوان بهذا الاسم، بحيث لو سألنا عرفنا الجواب نقول: ما العلاقة بين الهمزة والسين والدال وبين الحيوان المعروف؟ لا يوجد، ولهذا تقول لا أعلم. الشاخص فوق الأرض الذي يسميه الناس جبلاً، لو سئلت ما العلاقة بين هذا الشاخص المرتفع البارز على سطح الأرض وبين الجيم والباء واللام؟ لما العرب اختارت هذه اللفظة لتسمي هذا المرتفع جبلا؟ لماذا أتوا بهذه الكلمة ومن ثلاثة أحرف لا من أربعة أو بخمس؟ ولماذا أتوا بالجيم ثم أتوا بالباء الذي هو قبله أصلا ثم اللام الذي هو في أواخر الحروف؟ فتقول: لا أدري. لماذا تقول لا أدري؟ بناء على أنه لا يوجد مناسبة تحمل اللفظ، تحمل العرب على تسمية ذلك الشيء بهذا اللفظ. وضح معنى المسألة؟ وضحت؟ طيب، والدليل على هذا؟ قالوا: الدليل على هذا أن العرب تسمي الشيء باسم، أي بلفظ، ثم تسمي نقيضه به أيضا. فسمت الحيضة قرآن، القر، ثم جاءت وسمت أيضا الطهر الذي هو نقيضه بنفس اللفظ. ويسمون الشيء باسم ثم يسمون ضده بنفس الاسم، كالجون، فإن الجون يطلق على الأبيض وعلى ضده وهو الأسود. ويطلقون اللفظ في معان متعددة على سبيل الحقيقة، وهو الذي سميناه من قبل المشترك اللفظي،
مع عدم وجوب تناسب بينها، فالعين على الباصرة تطلق، وعلى الجارية، وعلى الذهب، وعلى الفضة، وعلى الشمس، وكل هذا يدلنا على ماذا؟ أنه لا توجد مناسبة طبيعية بين الحروف التي تتشكل منها الكلمة وبين المعنى الذي تدل عليه الكلمة، وهذا مذهب أكثر العلماء، كما صرح المصنف بقوله عند الأكثر. وقوله الصوت المعتمد على مخرج من مخارج الحروف هو تفسير لكلمة اللفظ، كأنه يقول يعني اللفظ الذي يلفظ به الآدمي، هذا معنى كلامه. لماذا؟ لأن الحروف تصدر من غير الآدمي لكنها لا تعتمد على مخارج البشر، كالأصوات التي يصدرها أنواع الحيوان، فهذا معنى قوله المعتمد على مخرج من مخارج الحروف ليحترز به عن الكلام غير الآدمي. والمراد ما هو أخص من هذا، وهو اللفظ الذي يلفظ به البشر ويكون مستعملا ليخرج ما يلفظ به البشر وهو مهمل، فإنه لا يراد به، لا يراد في هذه المسألة. قال خلافا لعباد بن سليمان المعتزلي البصري الصيمري المتوفى سنة 250 هجرية، هكذا ذكر المصنف رحمه الله أن الخلاف مع عباد وحده، يعني ظاهر الكلام أنه انفرد بهذا المذهب، وغيره كذلك يفعل، كثير من المصولين يفعل هذا. والحقيقة أنه ليس مذهب عباد وحده، بل مذهب كثيرين من علماء العربية، بل قيل إنه مذهب أكثر علماء العربية، حكي عن الخليل وسيبويه وغيرهما وابن جني وجماعة كثيرة من علماء العربية، واختاره أيضا جماعة من الفقهاء والأصوليين، واختاره ابن القيم رحمه الله وعزاه لشيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فهو مذهب يعني له كثير يقول به، وليس يعني مذهبا شاذا. ودليلهم الاستقراء، قالوا وجدنا أن العرب تراعي في الشيء ومدلوله الضعف والقوة والرطوبة واليبوسة وغير ذلك، فيقولون في أكل ما هو رطب قصم، والقصم البطيخ مثلا، فإذا أكل شيئا يابسا يحتاج إلى تكسير بالأسنان، هل يقولون قصم؟ لا، ما يقولون، يأتون بحرف أقوى من الصاد فيقولون قضم. قالوا ولأن الصوت إذا صدر من الخيل من فمه قالوا شخير، فإذا صدر من أنفه قالوا نخير، ولو صدر من صدره قالوا كرير، فيغيرون في الحروف تبعا للمعنى، فدل على أن هناك مناسبة بين الألفاظ وبين معانيها. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ومبدأ اللغات وابتداء وضعها توقيف من الله تعالى، لم توضع باجتهاد ولا قياس من آدمي، وإنما هي بإلهام من الله أو وحي يوحيه إلى أحد من أنبيائه أو كلام من الله كلم به أحد من خواص خلقه، وهذا قول أبي الفرج المقدسي وصاحب الروضة وغيرهما. وقالت البهشمية وضعها البشر واحد أو جماعة، وقال الأستاذ القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف وغيره محتمل، وقيل بعضها توقيفاً وبعضها اصطلاحاً، قاله ابن عقيل من أصحابنا وذكره عن المحققين. نعم، هذه المسألة الثانية في هذا الفصل، وهي مسألة مبدأ اللغات، كيف بدأت لغات البشر، الكلام الذي يتكلم به الناس كيف بدأ؟ هل بدأ بوحي من الله أوحى به لبعض رسله، أو بدأ بالاصطلاح، تعارف الناس على الألفاظ فيما بينهم واصطلحوا عليها، فقالوا نسمي هذا جبلاً وهذا جملاً وهذا أسداً ونقول قام وقعد اصطلاحاً من عندهم،
ليس بوحي من الله، أما ذا خلاف بين العلماء. فقال: ومبدأ اللغات وابتداء وضعها توقيف من الله تعالى. توقيف يعني أن الله وقف العباد عليها، أي علمهم إياها، هذا معنى التوقيف، وقفهم عليها من عنده، لا أنهم هم الذين اصطلحوا عليها واخترعوها من عند أنفسهم. قال: لم توضع باجتهاد ولا قياس من آدمي. لم توضع باجتهاد، بأن يجتهدوا فيضعوا للفظة، فيضعوا للمسمى يعني الذات مثلا أو المعنى من المعاني، يضعون له لفظا بمجرد الاجتهاد أو بالقياس على شيء سابق، لفظة سابقة فيقيسون عليها لفظة لاحقة، كما يقع الآن يعني، فإن اللغة تتكاثر وتتجدد بواسطة القياس والاشتقاق. قال: وإنما هي بإلهام من الله أو وحي يوحيه إلى أحد من أنبيائه أو كلام من الله كلم به أحدا من خواص خلقه. يعني إذن هي المذهب الأول أنه أن اللغات توقيفية، ومعنى توقيفية أنها من عند الله لا من عند البشر. طيب، توقيفية من أين عرفها البشر؟ يعني إذا كانت توقيفية من عند الله فكيف يعرفونها؟ فقال: بأحد ثلاث: إما بإلهام، يلهم الله الواضعين للغة أن يضعوا هذه اللفظة لذلك المعنى، يقذف في نفوسهم هذه الألفاظ، وإما وحي يوحيه الله إلى أحد أنبيائه كآدم عليه السلام، أو بكلام يكلمه الله لأحد من خلقه من الأنبياء. قال: وهذا قول أبي الفرج المقدسي وصاحب الروضة وغيرهما، بل هو مذهب أكثر العلماء، هو مذهب الأكثرين أن اللغات توقيفية، وقال به أيضاً يعني من هؤلاء الأكثرين من سماهم المصنف رحمه الله، وهم أبو الفرج الشيرازي وصاحب الروضة وهو موفق الدين بن قدامة وغيرهما كثير من العلماء. ثم قال: وقالت البهشمية، هذا إشارة أو نقول شروع في المذهب الثاني في المسألة، وقالت البهشمية: وضعها البشر واحد أو جماعة. هذا هو المذهب الثاني، مذهب أبي هاشم الجبائي وأتباعه المسمون بالبهشمية أو الهاشمية، وتوفي أبو هاشم كما سبق معنا سنة 321 هجرية. قال: وضعها البشر، يعني أنها كلها، يعني تلاحظون المذهب الثاني عكس المذهب الأول. المذهب الأول أنها توقيفية، يعني جميعها، يعني جميع اللغة جميع مفرداتها من عند الله. المذهب الثاني على عكسه، أن جميع اللغة من وضع البشر ولا يوجد فيها توقيف، كلها من وضع البشر، فهو عكس المذهب الأول. قال: واحد أو جماعة، يعني إما أنه وضعها واحد والبقية قلدوه، وإما جماعة يجتمعون فيتفقون على وضع لفظة لمعنى. قال: وقال الأستاذ، هذا شروع في المذهب الثالث في المسألة، وقال الأستاذ وهو أبو إسحاق الأسفرايني المتوفى سنة 418 هجرية، 418 هجرية، وهم فقهاء الشافعية، قال رحمه الله: القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف، وغيره محتمل. يعني المذهب الثالث فصل بعد إطلاق المذهبين السابقين، المذهب الأول والثاني فيه إطلاق، لكن المذهب الثالث فيه تفصيل.
فقال: القدر المحتاج إليه توقيف، يعني القدر الذي يحتاجه البشر ليتعارفوا فيما بينهم بما يريدون توقيف من الله، إذ لا يتصور أن يكون هناك ألفاظ يفهم بعضهم بعضاً بها إلا وهي من عند غيرهم، إذ كيف يصطلحون على شيء ولا توجد ألفاظ يتفهمون بها، مثل كلمة أقول، أريد، ألفاظ التي يحتاجها الإنسان حتى يتفاهم مع غيره ليضع اللغات أو ليفهم بعضهم بعضاً ما يريد. فالقدر الذي يحتاجونه من الكلام توقيف من الله. ثم بعد ذلك غيره، يعني الألفاظ الزائدة عن هذا القدر المحتاج إليه، قال: محتمل. ما معنى محتمل؟ أي يحتمل أنها توقيف من الله، ويحتمل أنها من تواضع البشر، تواضعوا عليها واصطلحوا عليها. قال: وقيل، هذا المذهب الرابع في المسألة، وقيل بعضها توقيفاً، يعني وقيل بعضها ثبت توقيفاً، وبعضها اصطلاحاً، يعني وبعضها ثبت اصطلاحاً. قاله ابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي، من أصحابنا أي من الحنابلة، وذكره عن المحققين، يعني عزاه إلى المحققين من علماء الأصول. والمذهب الرابع أيضاً فيه تفصيل، إلا أن الفرق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبله عين، قال: القدر المحتاج إليه هو توقيف لا اصطلاح، والباقي يحتمل أنه اصطلاح أو توقيف. أما المذهب الرابع فقال: بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، ولا نعلمه، ما ندري، ما نعين المحتاج إليه من غير المحتاج. والراجح من هذا الذي تدل عليه ظواهر النصوص والمذهب الأول: وعلم آدم الأسماء كلها، فإن الأسماء جمع محل بأل فيفيد العموم، ثم أكد العموم وقواه بكلمة كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. نعم، تفضل يا شيخ. يعني المسألة هذه هل هي، طبعا المسألة هذه تذكر في أصول الفقه وفي غيره، لكن هل لها ثمرة في الفقه أو لا؟ فاختلف علماء الأصول في ذلك، فبعضهم قال إن هذه المسألة طويلة الذيل قليلة النيل، وهو إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الخلاف لفظي، يعني طولوا فيها الكلام ولم ينالوا في الفقه حظاً، لأنه لا ثمرة لها، هذا قول. وقال آخرون لها ثمرة في الفقه، ومن ذلك ما لو تعارف أهل بلدة على عكس ما هو معروف اللغة، مثلاً أن يسموا الدراهم التي هي العملة الفضية من الفضة يسمونها دنانير، والدنانير التي هي من ذهب يسمونها دراهم، فرضاً هذا، لو فرض هذا، يعني اصطلحوا في إطلاق اللفظ على معناه على عكس موضوعه اللغوي. ثم قال زيد لعمر: علي ألف دينار، ألف دينار، ولم يفسره، فبكم يحكم القاضي؟ فقال بعضهم: يحكم بألف درهم من الفضة. لماذا؟ وهو قال دينار. قال: لأن اللغة اصطلاحية، وأهل هذه البلدة اصطلحوا على ذلك أن الدينار هو العملة الذي من الفضة. وقال بعضهم: بل يحكم بألف دينار من الذهب. طيب لماذا؟ قالوا: لأن اللغات إنما هي توقيف من الله، فكون هؤلاء اصطلحوا على ما يغير هذا التوقيف لا يعتد به، فنجري في الألفاظ على موضوعاتها الأصلية، لأن اللغات توقيفية. نعم، تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل في الأحكام التي مدار الشرع عليها لا حاكم إلا الله تعالى، أي الأحكام لا تصدر إلا منه، وحينئذ فالعقل المركب في الآدمي لا يحسن شيئاً ولا يقبح شيئاً، ولا يوجب لشيء ولا يحرم شيئاً، وهذا قول أكثر أصحابنا وغيرهم. وقال أبو الحسن التميمي:
من أئمة أصحابنا بلى يحسن ويقبح ويوجب ويحرم، وقال: لا يجوز أن يرد الشرع بما يخالف حكم العقل إلا بشرط منفعة تزيد في العقل أيضاً على ذلك الحكم، وفعل الله تعالى وأمره لعلة. نعم، إلى هنا نأخذها مسألة مسألة. قال فصل بما ذكرناه من مسألة مبدأ اللغات، يكون انتهى الكلام في مبحث اللغات وهو ما يسمى، جزاك الله خير، بارك الله فيك، وهو ما يسمى بالمبادئ اللغوية في بعض كتب الأصول. والآن في مبادئ الأحكام في قسم من أقسام أصول الفقه المشهورة المعروفة وهو الأحكام الشرعية. فقال فصل في الأحكام التي مدار الشرع عليها. الشرع يكون يعني ينحصر فيها، مداره عليها يعني ينحصر فيها. قال: لا حاكم إلا الله تعالى، أي الأحكام لا تصدر إلا منه. وحينئذ يعني بناء على هذه المقدمة، فالعقل المركب في الآدمي لا يحسن شيئا ولا يقبح شيئا ولا يوجب شيئا ولا يحرم شيئا، وهذا قول أكثر أصحابنا وغيره، هذا هو المذهب الأول. إذن المسألة الأولى ما هي؟ مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهي من المسائل المشهورة في كتب أصول الفقه وفي علم الكلام. التحسين والتقبيح العقليين، المراد بالمسألة أن العقل هل يستقل بمعرفة حسن الأشياء وقبحها أم لا؟ تحسين الأشياء الحسنة وتقبيح الأشياء القبيحة، تحسين الأشياء الحسنة كالصدق والأمانة، وتقبيح الأشياء القبيحة كالكذب والخيانة، هل يكون بواسطة العقل فيستقل به من غير حاجة إلى رجوع إلى وحي، أم أنه يحتاج في تحسين، أي معرفة حسن الأشياء ومعرفة قبح الأشياء، إلى الشرع، فلا يمكن للعقل أن يعرف ذلك، لا مدخل للعقل في معرفة حسن الأشياء وقبحها، خلاف مشهور بين العلماء. فذكر المذهب الأول الذي نسبه للأكثرين، وهو أن العقل لا يحسن ولا يقبح بذاته، وإنما مرجع التحسين والتقبيح إلى الشرع. ثم قال: وقال أبو الحسن التميمي من أئمة أصحابنا من كبار علماء الحنابلة المتقدمين، هو من طبقة المتقدمين وتوفي سنة 371 هجرية، قال: بلى يحسن ويقبح ويوجب ويحرم. يعني المذهب الثاني عكس المذهب الأول، أي أن العقل يستقل بمعرفة حسن الأشياء الحسنة وقبح الأشياء القبيحة، ومن ثم فهو يوجب على الناس فعل الحسن ويحرم عليهم فعل القبيح. وهذا مذهب المعتزلة، طبعاً هذا مذهب المعتزلة ومن وافقهم. وقال أي أبو الحسن: لا يجوز أن يرد الشرع بما يخالف حكم العقل إلا بشرط منفعة تزيد في العقل أيضاً على ذلك الحكم، يعني وبناء عليه فلا يجوز أن يرد في الشرع ما يخالف العقل، بما أن العقل يحسن ويقبح بذاته، فلا بد، قال، أن يأتي الشرع بما يوافق العقل، لكن في حالة ما إذا خالف العقل فيجوز إن وقعت مصلحة أعظم من مصلحة الفعل السابق. فمثلا المكاتبة، أن يكاتب الرجل غلامه أي عبده، هذا على خلاف العقل، لأنه كيف يبيع ماله بماله، هو من جملة ماله يبيعه ويشتريه، فتجويز المكاتبة على خلاف الحكم العقلي، لكن جاز لوجود مصلحة أرجح، وهي ماذا؟ العتق،
يعني بمعنى أن تحرير الرقاب حتى في العقل مقبول، يعني حتى العقل يرى أن هذا أحسن. لماذا؟ لأنه يصير الرقيق حراً على أصل الآدمية، أصل الآدمي أنه حر ليس رقيقاً، ويكتسب لنفسه لا لغيره، ويولد له أحرار لا أرقاء. نعم. والحقيقة أن هذا المصنف يعني ما فصل مذهب أهل السنة عن مذهب الأشاعرة في هذه المسألة، لأن المسألة هذه فيها ثلاثة أقوال معروفة. فالأشاعرة قالوا أن حسن الأشياء وقبحها إنما يعرف من جهة الشرع فقط، حتى قالوا يعني أهملوا العقل بالكلية، فقالوا حسن الأشياء وقبحها إنما يعرف من جهة الشرع فقط، ولهذا قالوا يجوز أن يأمر الله بما هو قبيح في العقل، وأن ينهى الله سبحانه وتعالى عما هو حسن في العقل. هكذا بالغوا في المسألة إلى هذا الحد، وأهملوا العقل الذي هو آلة التكليف، خلقه الله وامتدح أصحابه وأمر باستعماله والتفكر في آيات الله. المذهب الثاني على عكسه وهو مذهب المعتزلة، بالغوا في العقل فجعلوا العقل يستقل بمعرفة حسن الأشياء وقبحها، ورتبوا على هذا الثواب والعقاب، فجعلوا العقل كما يحسن ويقبح يوجب ويحرم، ولم يعني يجوزوا خلاف ذلك، يعني حتى الثواب والعقاب مرجعه إلى العقل. ولا شك أن هذا خروج عن طريقة السلف وإسراف ومبالغة في اعتبار العقل. المذهب الثالث مذهب أهل السنة ومن وافقهم، وتوسطوا، قالوا العقل له مدخل في معرفة حسن الأشياء وقبحها، لكنه لا يترتب عليه الحكم بوجوب شيء أو تحريمه أو ثواب الإثابة على فعل شيء أو العقاب على فعل شيء أو تركه، إنما مرد ذلك إلى الشرع. ولا يمكن أن يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وفعل الله تعالى وأمره لعلة عند أصحابنا وغيرهم، وأما حكمه فاختلف فيه، وشكر المنعم وهو الثناء. هذه مسألة في سطر ونصف، وهي أيضا مسألة كلامية من علم الكلام، قادها بعض الأصوليين إلى كتب أصول الفقه، ومنهم المصنف رحمه الله، فقال: وفعل الله تعالى وأمره لعلة عند أصحابنا وغيرهم، وأما حكمه فاختلف فيه. يقول فعل الله معلل، والعلة هنا تسمى اصطلاحاً حكمة، ويقال كل فعله سبحانه وتعالى لعلة، يعني لحكمة. قال: وأما حكمه، أحكام الله سبحانه وتعالى، تشريعات، فاختلف فيه. فالأكثرون على أن حكم الله كفعل الله، أنه معلل. وقال بعضهم إنه غير معلل، يعني بعض ولاة الأشاعرة قالوا إنه غير معلل، ثم ناقضوا مذهبهم في باب القياس. لماذا؟ لأن القياس لا يتم إلا بعد أن تقول أن الحكم معلل، ثم تنتقل العلة إلى الفرع فينتقل معها الحكم، وهذا هو القياس. فناقضوا أصلهم، واضح؟ فلهذا اضطروا أن يقولوا أن العلة هي فقط الوصف المعرف بالحكم لا الموجب له، يعني هو فقط مجرد أمارة يوجد عنده الحكم. نعم. قال: وشكر المنعم وهو الثناء على مسد النعمة والاعتراف بنعمه. من قال العقل يحسن ويقبح وهو أبو الحسين وغيره أوجبه عقلاً، إذ العقل يوجب شكر المنعم. ومن نفاه وهم الأكثر أوجبه شرعاً، أي قال إن إجاب شكره من جهة الشرع. كذا ذكر هذه المسألة أبو الخطاب
ومعناه كلام ابن عقيل. نعم، هذه أيضا من المسائل الكلامية المرتبة على مسألة التحسين وتقبيح العقليين، وهي مسألة شكر المنعم. شكر المنعم المراد يعني قبل وجود الشرع أو قبل بلوغ الشرع له، هذا معنى المسألة أولا. يعني شكر المنعم، المنعم هو الله سبحانه وتعالى، وشكره المراد به يعني صرف القلب والجوارح إلى شكره سبحانه وتعالى بالقلب، بأن تقول تعتقد يعني في نفسك أن الله ولي هذه النعمة، وباللسان تتحدث بنعم الله وتذكرها، يعني تذكر منة الله على الخلق أن أنعم عليهم بهذه النعم. طيب، وبالجوارح الأفعال كيف؟ قالوا يعني ألا تصرف هذه الأعضاء التي خلقها الله لك إلا فيما هو يعني فيما لا يخالف أمر الله شرع الله، فالبصر لا تنظر به إلا إلى ملكوت الله فتتفكر فيه، فيكون هذا من شكر نعمة البصر، يعني يقصدون هذا. والكلام كما قلنا قبل ورود الشرع، لأنه بعد ورود الشرع ما حكم شكر المنعم؟ هذا واجب قطعا، هذا ما يخالف فيه أحد، يجب أن المسلم أن يحمد الله ويشكره على نعمه، لكن الكلام يقصدون قبل ورود الشرع أو قبل بلوغ الدعوة له، حتى لو بعد ورود الشرع لكن لم تبلغه الرسالة، فهل يجب عليه أن يشكر المنعم؟ ينبني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، هل العقل يحسن ويقبح أو لا؟ فماذا قال المصنف؟ قال: وشكر المنعم وهو الثناء على مسد النعمة والاعتراف بنعمه. من قال، لاحظوا سوف يبني الآن، يبني مسألة على مسألة. من قال العقل يحسن ويقبح وهو أبو الحسين البصري المعتزلي المتوفى سنة 436 هجرية وغيره، أوجبه عقلا، يعني من يقول بالتحسين والتقبيح العقليين وهم المعتزلة، قالوا إذن ينبني على هذا يجب شكر المنعم سبحانه وتعالى، لما قدمناه من أن المعتزلة يقولون أن العقل يستقل بمعرفة حسن الأشياء الحسنة وقبح الأشياء القبيحة، ورتبوا على هذا الإيجاب والتحريم، إذن يجب شكر المنعم ويحرم ترك شكر المنعم. قالوا: إذ العقل يوجب شكر المنعم، ومن نفاه وهم الأكثر أوجبه شرعاً لا عقلاً. واضح البناء الآن؟ يعني من قال بأن العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم أوجب شكر المنعم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن يقول إن التحسين والتقبيح مرده إلى الشرع، قال: لا يجب شكر المنعم إلا بواسطة الشرع للعقل، والشرع لم يرد بعد، فلا يجب إلا بعد ورود الشرع، وما يجب عليه شيء قبل ورود الشرع، ما يجب عليه شكر المنعم. قال: إن إيجاب، نعم، قال: ومن نفاه وهم الأكثر أوجبه شرعا، يعني لا عقلا، أي قال إن إيجاب شكره، شكر المنعم، من جهة الشرع. وفي هذه المسألة تصير المذاهب مذهبين بدل ما كانت ثلاثة. لماذا؟ لأن أهل السنة مع الأشاعرة حينئذ سوف يقولون أن شكر المنعم إنما يجب بالشرع. قال: كذا ذكر هذه المسألة أبو الخطاب الكلوذاني، ومعناه كلام ابن عقيل، يعني وفي معناه كلام ابن عقيل، كلاهما ذكر المسألة، لكن بعضهم صرح وبعضهم بالمعنى. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: والانتفاع بالأعيان قبل الشرع، أي قبل وروده على الإباحة، قاله التميمي وأبو الفرج المقدسي وأبو الخطاب والحنفية، وقيل على الحظر وهو التحريم، اختاره ابن حامد والحلواني، وقيل على الوقف أي يوقف ولا يقطع فيه بإباحة ولا حظر، وهذا قول أبي الحسن
الجزري والصيرفي، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره. وفرض ابن عقيل من أصحابنا المسألة وهو الانتفاع قبل ورود الشرع في الأقوال والأفعال أيضا، أي أن الأقوال والأفعال قبل ورود الشرع بها هل هي على الإباحة أو الحظر أو الوقف؟ نعم، هذه مسألة الانتفاع بالأعيان والأفعال النافعة قبل ورود الشرع، وهي أيضا مسألة مبنية على مسألة التحسين والتقبيح التي سبق ذكرها. فقال: والانتفاع بالأعيان، الانتفاع بالأعيان يعني الأعيان النافعة كالفاكهة والحبوب والثمار وغير ذلك، وأيضا الانتفاع بالشجر والحجر في بناء البيوت وغيرها، أي أشياء وأعيان نافعة. قبل وروده، أي قبل ورود الشرع، ما حكمها؟ ما حكمها في حق الناس قبل ورود الشرع الانتفاع بالأشياء النافعة؟ قال: على الإباحة، يعني هذا مذهب الأكثرين، أكثر العلماء قالوا هي على الإباحة. قاله التميمي أبو الحسن وأبو الفرج المقدسي الشيرازي وأبو الخطاب الكلوذاني والحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية، بل هو مذهب أكثر العلماء أنها على الإباحة، أن الأعيان أي الذوات والأشياء النافعة قبل الشرع مباحة للخلق. قال: وقيل على الحظر، هذا المذهب الثاني، أن الأعيان النافعة محظورة محرمة على الخلق. قال: اختاره ابن حامد، الحسن بن حامد أبو عبد الله الوراق والحلواني 546 الذي سبق معنا، وابن حامد 403 هجرية. وقيل على الوقف، هذا المذهب الثالث، وقيل على الوقف. ثم فسر التوقف في المسألة بماذا؟ قال: أي يوقف ولا يقطع فيه بإباحة ولا حظر. واضح معنى التوقف هذا؟ لأن التوقف يعني يحتمل شيئين في المسألة، إما أن المراد إن الأعيان المنتفع بها قبل الشرع لها حكم ولا نعرفه، فنتوقف إلى أن نقف على الدليل الذي يعرفنا بالحكم في المسألة، هذا احتمال، فيتوقف لأجل الجهل، لأجل الجهل يعني هو ما يعرف، يقول أنا أنتظر الدليل، لازلت أبحث في المسألة. ويحتمل التوقف أنه يقول لا حكم لها، لا يصح أن تحكم بإباحة ولا حظر، بل يجب عليك أن تتوقف وتسكت عن ذكر حكم في المسألة، ولا تنطق بالحكم إلا بعد ورود الشرع والوقوف على أدلة الكتاب والسنة وغيرها. واضح الفرق؟ أو عيد؟ واضح؟ يعني التوقف يحتمل أنه يقول المسألة فيها حكم، إما الحظر وإما الإباحة، غير أنني توقفت لأن الأدلة عندي تعارضت، فأنا لازلت أبحث في المسألة حتى أعرف الحكم، والذي تتعارض عنده الأدلة يجب عليه أن يتوقف، فلا يحكم بحل ولا حرمة. والاحتمال الثاني أنه يقول لا، المسألة يجب أن يتوقف، أي لا يذكر في المسألة حكم، يعني ما يصح أن تقول حل ولا تقول حرمة، توقف عن هذا إلى أن يرد الشرع، وحينئذ قل هو إما مباح وإما غير مباح كما يدل عليه الدليل. واضح؟ نعم، يلزمهم هذا، يلزمهم على هذا، يعني أنه يعني فماذا يفعل؟ لكن هم يقولون لا ثواب ولا عقاب يوجد أصلا، فهو إن أكل مثلا الثمار النافعة أو ترك لا ثواب ولا عقاب، وإنما المراد ما الحكم فيها، هل لها حكم أو لا. فأصحاب المذهب الثالث قالوا ليس لها حكم ويجب التوقف، وأصحاب المذهبين الأولين قالوا لها حكم، وهو إما الحل في المذهب الأول وإما
الحرمة كما هو قول أصحاب المذهب الثاني. نعم. قال: وهذا قول أبي الحسن الجزري من علماء الحنابلة في سنة 380 هجرية، فهو في طبقة المتقدمين. والصيرفي أبو بكر الصيرفي من أئمة الشافعية توفي سنة 330 هجرية رحمهم الله جميعا. قال: وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره، يعني اختاره ابن عقيل وهو التوقف. ثم قال: وفرض ابن عقيل من أصحابنا، فرض المسألة وهو الانتفاع قبل ورود الشرع، فرضها في الأقوال والأفعال أيضا، يعني أقوال الإنسان والأفعال الصادرة منه. قال: أي أن الأقوال والأفعال قبل ورود الشرع، هل هي على الحظر أو الإباحة أو الوقف، ينبغي أن يجري فيها نفس الخلاف، وحينئذ يوسع دائرة المسألة فتشمل الأعيان النافعة كالثمار والأحجار والأشجار وغير والماء، ويشمل الأفعال الصادرة من الآدمي كأقوالهم وأفعالهم، أقوالهم وأفعالهم، هل هي على الحظر أو الإباحة والتوقف، ينبغي أن يجري فيها الخلاف أيضا كما ذكره ابن عقيل. المسألة قبل ورود الشرع، فهل لها ثمرة بعد ورود الشرع؟ يعني الخلاف المسألة، هل هو لفظي أو عملي؟ هل هو لفظي؟ لأن الكلام إنما هو قبل ورود الشرع، وقبل ورود الشرع لا يوجد ثواب ولا عقاب يتوقف على أفعال الآدميين لعدم بلوغ الدليل. والعلماء يقولون: لا تقوم الحجة على جاهل المحجة، فالذي لا يعرف الدليل لا تقوم عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالخلاف إذن يعني لا ثمرة له، هكذا قال بعض العلماء، وبعضهم قال له ثمرة كابن قدامة رحمه الله، فقد ذكر في الروضة أن ثمرة الخلاف في هذه المسألة فيما هو قبل الشرع يظهر فيما بعد ورود الشرع، فقال: إذا وقفنا على شيء نافع وما وجدنا فيه دليلاً خاصاً، فمن حرم شيئاً أو أباحه كفاه فيه استصحاب الحاج، ولا يلزمه البحث عن دليل يدل على حله أو حرمته، يكفيه استصحاب الحال. ومثل بعضهم بأكل لحم الزرافة، فمن قال إنها قبل الشرع الأعيان النافعة قبل الشرع إنها على الحل، قال: بعد الشرع أيضاً هي مباحة استصحاباً للحال، لأن الاستصحاب نقل حكم المسألة من الزمان الأول إلى الزمان الثاني. ومن قال إن الأعيان النافعة قبل الشرع هي على الحظر، قال: هي أيضاً بعد الشرع على التحريم إلى أن يوجد دليل الذي يبيح، هكذا قيل. وأما الذي توقف فإنه قال بالإباحة، يعني الذين توقفوا قبل ورود الشرع جزموا بالإباحة بعد ورود الشرع، فتصير المسألة بعد ورود الشرع على قولين بعد أن كانت ثلاثة فيما قبل ورود الشرع. واضح؟ طيب، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. الحكم الشرعي أي تعريفه، واحترز بالشرعي عن غير الشرعي، وتعريف الحكم الشرعي قيل خطاب الشرع، وهو الخطاب من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم المتعلق بأفعال المكلفين أي العقلاء البالغين، فورد مثل: والله خلقكم وما تعملون، فزيد بالاقتضاء أو التخير. الاقتضاء الفعل أو الكف، والتخير أن يخير بينهما اقتضاء لفعل أحدهما أو تركه، فورد كون الشيء دليلاً وسبباً وشرطاً، فزيد أو الوضع فاستقام. وأورد على ذلك أن الخطاب نفسه ليس هو بالحكم ففر منه. وقيل: مقتضى خطاب الشرع إلى آخره، أي المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، فإن الحكم مقتضاه الخطاب، وفي تسمية الكلام في الأزل خطاباً خلاف. نعم، إلى هنا. قال: فصل. الحكم الشرعي، الآن سوف يشرع في أول مسألة في هذا الفصل، وهو تعريف الحكم الشرعي. وقال تعريفه، ثم قال: واحترز بالشرعي عن غير الشرعي، لأن الكلام في الحكم
الشرعي، لا الحكم العقلي ولا العادي ولا اللغوي. فقال: وتعريف الحكم الشرعي خطاب الشرع، أي الخطاب من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلاهما شارع للأحكام، فالرسول صلى الله عليه وسلم شارع للأحكام بإذن ربه تعالى. قال: المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، كما سوف يأتي الكلام عليه. هذا هو يعني القول الأول في تعريف الحكم الشرعي، أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا هو القول الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله في تعريف الحكم الشرعي. قال: خطاب الشرع فسره بأنه الآية أو الحديث. ثم قال: المتعلق بأفعال المكلفين. قال: المكلفين هم العقلاء البالغون، البالغ العاقل يسمى مكلفاً. قال: فورد اعتراض على كونه متعلقاً بأفعال المكلفين، يعني على تعريفك الحكم بأنه خطاب يتعلق بأفعال المكلفين. قال: يرد مثل قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فإنه خطاب تعلق بأفعال المكلفين، يقول خلقكم وما تعملون، مع أنه ليس حكما شرعيا، وأنت قد فسرت الحكم الشرعي بأنه خطاب الله يتعلق بأفعال المكلفين. قال: فزيد، أي لدفع، يعني فزيد في التعريف لدفع هذا الاعتراض كلمتين، وهما بالاقتضاء أو التخيير. يعني هو الآن ما ذكر التعريف كاملا، جزأه ثم أورد في أثناء لهذه الأجزاء اعتراضات وأجوبتها، حتى يبين لما قلنا بهذا التعريف الطويل، وأتينا بكل هذه الألفاظ فيه. فقال: لو قلنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين يرد علينا ماذا؟ نحو هذه الآية الكريمة. فاحتجنا للاحتراز عن هذا أن نقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، حتى نخرج نحو هذه الآية. طيب، وما هو الاقتضاء وما هو التخيير؟ قال: الاقتضاء الفعل أو الكف، يعني هذا من التسامح في العبارة، وإلا الاقتضاء ليس هو الفعل والكف، وإنما هو طلب الفعل أو الكف، طلب الفعل أو الكف. نعم، لأن الاقتضاء معناه الطلب، أنت تقول أخوك مثلا يقول لك أريد النجاح، فتقول النجاح يقتضي منك أن تذاكر. ما معنى يقتضي؟ يعني يتطلب منك. فالاقتضاء معناه الطلب، ثم هذا الطلب قد يكون لإيجاد وقد يكون للترك. لهذا قال: هو الفعل أو الكف، فتدخل فيه الأحكام الأربعة، لأن طلب الفعل إن كان مع العقاب على الترك فهو الواجب، وإن كان مع عدم العقاب على الترك فهو المندوب، وطلب الكف عن الشيء إن كان مع العقاب على الفعل فهو المحرم وإلا فهو المكروه. والخامس وهو المباحين يدخل في أي كلمة؟ التخيير. نعم، فقال: أو التخيير. قال: والتخيير أن يخير بينهما اقتضاء لفعل أحدهما أو تركه. طيب، ثم قال بعد ذلك: فورد كون الشيء دليلاً وسبباً وشرطاً. يعني قد يقول قائل: قولك خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، إلى هنا التعريف غير جامع، لأننا وجدنا من الأحكام ما هو إخبار عن شيء، أمارة على شيء أو مانع من شيء مثلاً، وهو السبب والشرط والمانع ونحو ذلك. فكيف تدخل في التعريف وأنت تعرف الحكم الشرعي؟ والتعريف لا بد أن يكون
جامعاً لكل أفراد المعرف. فقال نزيد إذن في التعريف، نزيد كلمة أو الوضع، فيدخل الحكم الشرعي الوضعي كالسبب والشرط والمانع وغيرها. قال فاستقام، يعني بعد كل هذا استقام التعريف فلا يرد عليه اعتراض، فيكون ماذا؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. ثم قال وأورد، كان ينبغي كلمة وأورد أن تكون من أول السطر، وأن يصل آخر كلمة فيها ففر منه أن يصلها بما بعدها، وهي كلمة وقيل لأنها عطف عليها. فقال وأورد على ذلك، يعني بعد كل هذا أورد على ذلك أن الخطاب نفسه ليس هو بالحكم، هو لو حذف الباء كان أحسن، أظنها زائدة والله أعلم، يعني أن الخطاب ليس نفس الحكم، عيد يقول ماذا؟ وأورد على ذلك، أورد على هذا التعريف إيراد في أول كلمة فيه. ما هي أول كلمة في التعريف؟ خطاب الله، أنت فسرت الحكم كإيجاب الصلاة وتحريم الربا وإباحة اتخاذ الخادم مثلا، فسرته بأنه خطاب الله، مع أن الخطاب ليس هو الحكم. وأقيموا الصلاة، هذا حكم ولا خطاب؟ خطاب، خطاب أو حكم؟ خطاب. طيب وجوب الصلاة حكم، إذن الخطاب غير الحكم، فكيف تفسر الحكم بأنه خطاب الله؟ قال نتيجة، يعني بناء على هذا الاعتراض، قال ففر منه وقيل مقتضى خطاب الشرع. واضح الآن؟ ولهذا قلت لكم كان ينبغي أن يصل الكلام، يعني وأورد أن تكون من أول السطر لأنه استئناف، ثم ففر وما عطف عليه ينبغي أن يكون في سطر واحد، يعني فلأجل الفرار من هذا الاعتراض جاء بعض العلماء فزاد كلمة بالتعريف. فماذا قال؟ قال الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، فزاد كلمة مقتضى، وحينئذ ما يرد عليه الاعتراض، لأنك إذا قلت مقتضى الخطاب الشرعي نعم هو الحكم، ما هو مقتضى وأقيموا الصلاة؟ وجوب الصلاة. ما هو مقتضى إن الله فرض عليكم الحج؟ وجوب الحج، إلى آخره. وبعض الأصوليين يقول إن التعريف الأول تعريف الأصوليين والتعريف الثاني تعريف الفقهاء، يعني أن تعريف الحكم الشرعي بأنه الخطاب هذا تعريف أهل الأصول، وتعريف الفقهاء مقتضى، هكذا قيل، وفيه شيء من التسامح لأن بعض الأصوليين ذكر هذا التعريف وليس من الفقهاء فقط، على أن هذا مقدر في الكلام. يعني بعض من قال الحكم الشرعي هو خطاب الله قال يعني أي مدلوله، فيكون على حذف مضاف. قال وقيل مقتضى خطاب الشرع إلى آخره، ثم قال أي هي تفسير لكلمة إلى آخره، بمعنى أنه مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، يعني كان ينبغي كلمة فاستقام هي موضعها هنا أحسن، ليس كذلك؟ كلمة فاستقام التي ذكرها من قبل موضعها هنا أحسن، لأن هذا بعد الجواب عن كل الاعتراضات. نعم. ثم قال فإن الحكم ما اقتضاه الخطاب، يعني لا نفس الخطاب، يعني هذا تعليل، يعني لماذا قلنا أن الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشرع؟ قال لأن الحكم هو ما اقتضاه خطاب الشرع لا نفس الخطاب، هذا معنى كلامه. نعم. ثم قال وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا خلاف، وهي مسألة من علم الكلام لا علاقة لها بأصول الفقه، ولهذا تجد الكلام فيها قال الأشاعرة قال المعتزلة، لن تجد فيها قال الحنفية وقال المالكية وقال الشافعية وقال الحنفية، ما في، لأنها مسألة من الكلامية. يعني يقولون وفي تسمية الكلام يقصدون كلام الله سبحانه وتعالى في الأزل، يعني
يعني قبل أن يخلق المكلفين الذين يخاطبهم ب وأقيموا الصلاة إن الله فرض عليكم الحج إلى آخره، هل يسمى خطابا والمخاطبون غير موجودين؟ مسألة فيها خلاف، وبنوها على مسألة أن المعدوم هل يتعلق به الأمر أو لا يتعلق به الأمر حتى يوجد، مسألة أيضا كلامية بنوا عليها مسألة كلامية. نعم. قال ثم الخطاب الشرعي. ثم الخطاب الشرعي إما أن يرد من الشارع باقتضاء الفعل مع الجزم وهو المقتضي للوعيد على الترك وهو الإيجاب نحو وأقيموا الصلاة، أو لا مع الجزم أن يرد باقتضاء الفعل ولكن لا مع الجزم وهو مقتضى الفعل ولا يقتضي الوعيد على الترك وهو الندب نحو وأشهدوا إذا تبايعتم، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو المقتضي للوعيد على الفعل وهو التحريم نحو ولا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا، أو لا مع الجزم وهو مقتضى الترك ولم يقتضي الوعيد على الفعل وهو الكراهة نحو لا يشبكن بين أصابعه، أو يرد بالتخيير بين الفعل والترك وهو الإباحة نحو إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فهي أي الإباحة حكم شرعي إذ هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة في قولهم ليست حكما شرعيا، وفي كونها أي الإباحة تكليفا خلاف، الأكثر على أنها ليست تكليفا خلافا للأستاذ، وقال بعض أصحابنا هي تكليف بمعنى اختصاصها بالمكلف، ولهذا فعل الصبي والمجنون لا يوصف بها. أحسنت. قال ثم الخطاب الشرعي، يعني هذه المسألة الثانية في هذا الفصل، بعد أن عرف الحكم الشرعي شرع في بيان أقسامه، فقال إما أن يرد من الشارع باقتضاء الفعل، كما قلنا الاقتضاء معناه الطلب، يعني يرد من الشارع طلب الفعل، ثم طلب الفعل قال مع الجزم، يعني أن يكون طلباً جازماً لا يسامح في تركه، قال وهو المقتضي، يعني الطلب الجازم ما هو؟ المقتضي للوعيد على الترك، قال فهو الإيجاب كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، ثم قال أو لا مع الجزم، يعني أن يرد خطاب الشرع باقتضاء الفعل أي طلبه لا مع الجزم، يعني يرد الفعل ولكن لا يكون جازما في طلبه فيسامح في تركه لو تركه المكلف، قال وهو ما اقتضى الفعل ولا يقتضي الوعيد على الترك فهو المندوب فهو الندب، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فإنه طلب للشهادة لكن لا على سبيل الجزم، فلو تركوا الشهادة على البيع هل يأثم المتبايعان؟ هل يأثمان؟ لا يأثمان، ولهذا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي ولم يشهد حتى شهد خزيمة فيما بعد، قال أو باقتضاء الترك مع الجزم، يعني أن يرد خطاب الشارع ويقتضي الترك ليس الفعل وإنما ترك الشيء ترك الفعل، ثم ترك الفعل إما مع الجزم وهو المقتضي للوعيد على الفعل لو فعل فهو التحريم ولا تقربوا الزنا وقوله تعالى لا تأكلوا الربا، قال أو لا مع الجزم، أو لا مع الجزم لا نافية كما في السابق، يعني أن يرد خطاب الشارع باقتضاء ترك فعل ولا يكون جازما في الطلب فلو أقدمت عليه لا تأثم، قال فهو الكراهة، مثل إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يشبكن، هذا نهي لكنه نهي كراهة، ولهذا شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه كما قال الراوي أو كما ورد، قال أو يرد بالتخيير بين الفعل والترك، إذن الاحتمال الخامس ما هو؟ أن يرد خطاب الشرع
فلا يقتضي طلب ترك فعل ولا يقتضي طلب ترك. إذن ماذا يقتضي؟ قال يقتضي التخيير بين الفعل وبين الترك، مجرد التخيير لا يوجد فيه طلب. قال فهو الإباحة، فتمت أقسام الأحكام الشرعية التكليفية خمسة. ثم مثل الإباحة بقوله إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، حين قال الصحابة رضي الله عنهم أنا أتوضأ من لحوم الغنم، فقال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فيكون الوضوء منها مباحا. قال فهي الإباحة وهي حكم شرعي. الآن شرع في مسألة ثانية، وهي أن الإباحة هل هي حكم شرعي أو عقلي؟ خلاف بين المعتزلة وأهل السنة. نعم، فقال هي حكم شرعي عند أكثر العلماء. لماذا؟ قال إذ هي من خطاب الشرع، يعني أن الشرع يأتي بنصوص خطابات للمكلفين تقتضي الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، وما حكم الصيد؟ الإباحة. من أين أخذناها؟ أخذناها من الخطاب الشرعي. إذن هي حكم شرعي، مدلول الخطاب الشرعي هو حكم شرعي، ما دل عليه خطاب الله خطاب الشرع هو حكم شرعي. قال خلافا للمعتزلة في قولهم ليست حكما شرعيا بل هو حكم عقلي. لماذا؟ قالوا لأن الإباحة موجودة قبل ورود الشرع، لأن الأصل براءة الذمة، فأنت بعد الشرع تبقى على أصل البراءة، فأنت مستصحب للحكم القديم الموجود من قبل، ما هو الإباحة، وحينئذ ما جاء جديد، ما جد جديد، أنت استصحبت الحكم القديم وهو رفع الحرج عن الفعل والترك، وهو حكم عقلي، لأن البراءة الأصلية حكم عقلي ثابت موجود حتى بدون الشرع، هو موجود طبعا، هكذا يقولون. ثم قال وفي كونها أي الإباحة تكليفا خلاف، هذه مسألة أخرى. الإباحة هل هي تكليف؟ يعني بعد القول بأن المباح حكم شرعي، فهل يسمى تكليفا؟ فنقول حكم شرعي تكليفي أو لا تسمى تكليفا؟ يعني تسميها حكما شرعيا لكن لا تسميها تكليفا، ما تقول هي من التكليف أو تقول حكم شرعي تكليفي، خلاف. فماذا قال؟ قال أي الإباحة وفي كون الإباحة تكليفا خلاف، الأكثر على أنها ليست تكليفا، يعني الإباحة لا تسمى تكليفا. لماذا؟ قالوا لأن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، شقت أو لم تشق، يعني وجد فيها مشقة أو لم توجد، المهم أن فيها كلفة. لكن المباح هل فيه كلفة؟ المباح لا يوجد فيه كلفة، لأن لك أن تفعل ولك أن تترك، بخلاف الأحكام الأربعة، وحينئذ لا تسمى تكليفا. ثم قال خلافا للأستاذ، هذا المذهب الثاني، الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني قال لا، الإباحة من جملة التكليف، وقال بعض أصحابنا هي تكليف، يعني وافقوا أبا إسحاق فسموا الإباحة حكما تكليفيا. ثم قال وقال بعض أصحابنا هي تكليف بمعنى اختصاصها بالمكلف، يعني من سماها حكما تكليفيا قيل له أين التكليف في المباح وأنت مخير بين الفعل وبين الترك، هل يوجد فيه كلفة؟ هل هذا أمر فيه كلفة؟ فقالوا لا، لكن سمينا الإباحة تكليفا من جهة أخرى لا من هذه الجهة، وهي ماذا؟ أنها حكم يتعلق ويختص بأفعال المكلف، فالمكلف فعله يوصف بأنه مباح،
فسمي حكما تكليفيا لتعلقه بالمكلفين، لا أن فيها كلفة. واضح؟ قال: ولهذا فعل الصبي والمجنون لا يوصف بها. يعني ومما يدل على ذلك أن فعل الصبي والمجنون لا يوصف بالإباحة، لا يوصف بالإباحة. فلو فرض أن المجنون مثلا كذب أو سرق، وكذلك الصبي، فهل يقال فعلهما هذا مباح؟ لا، ما يقال هذا مباح، لأنك إذا قلت مباح نسبته إلى الشرع، فكأنك تقول يباح في الشريعة للصبي والمجنون أن يسرق ويأكل الربا وغير ذلك. لا، هذا ما يصح. طيب نصفه بماذا إذا؟ قالوا نصفه بأنه عفو، عفو من الله، رفع الله الحرج عن الصبي وعن المجنون، ففعلهما لا يوصف بالإباحة. لا نقول يباح هذا في دين الله، وإنما يقال عفو من الله. واضح؟ قال رحمه الله: والواجب أي تعريفه ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، هذا أحسن حدوده. وإنما قلنا ذم ولم نقل عوقب لجواز العفو، وقلنا قصدا احترازا من فعل النائم والناس، ومطلقا ليدخل الموسع والكفاية، وقيل هو ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو، وقيل ما توعد على تركه بالعقاب ورد بصدق إعاد الله، وقيل ما ذم تاركه شرعا فورد الموسع والكفاية فزيد فيه مطلقا ليدخلا فحافظ على عكسه فأخل بطرده، إذ يرد النائم والناس والمسافر. فإن قيل يسقط الوجوب فيهن، قيل ويسقط الوجوب بفعل البعض في الكفاية. نعم، إلى هنا قال: والواجب أي تعريفه ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، وقال إن هذا أحسن حدوده، أحسن تعريفاته بطريق الحد، أن الواجب فعل ذم الشارع تاركه تركا على سبيل القصد مطلقا، يعني الترك لابد أن يكون مطلقا. كيف هذا؟ شرع في بيان هذا فقال: إنما قلنا ما ذم ولم نقل ما عوقب لجواز العفو، يعني لجواز أن يعفو الله عن تارك الواجب، فقد يترك الزكاة مثلا ولا يعاقبه الله، والله فعال لما يريد، فهل تسمى الزكاة واجبة؟ تسمى واجبا من الواجبات؟ واضح الاعتراض، يعني واضح مقصوده من كلمة ذمة، يعني لماذا عدل عن كلمة ما عوقب تاركه إلى ما ذم تاركه؟ قال: إنك لو قلت ما عوقب تاركه نجد أن من تاركي الواجب من يعفو الله عنهم، وفعلهم يوصف، يعني ما تركوه يوصف بأنه واجب، فحينئذ يكون تركوا واجبا ولم يعاقبوا على تركه، فكيف تقول ما عوقب على تركه؟ فنأتي بكلمة أفضل منها فنقول ما ذم شرعا تاركه. وقلنا قصدا احترازا من فعل النائم والناس، يعني لا بد أن يكون الترك للواجب على سبيل العمد، وهذا معنى قوله قصدا، يعني عمدا، عمدا بمعنى يعرف الوقت أنه دخل ويعرف أن الصلاة واجبة عليه، ومع ذلك تركها قصدا، فنقول نعم هذا يذم تاركه. أما الناس والنائم فلو ترك الصلاة مثلا هل يذمان؟ ما يذمان لوجود العذر. طيب الترك الذي تركاه هو واجب، فكيف تقول في الواجب ما ذم شرعا تاركه؟ فقال: أنا أتيت بكلمة قصدا، وهذان ترك الواجب على غير قصد، يعني على غير عمد، بسبب الذهول والنسيان والغفلة أو بسبب النوم مثلا. قال: ومطلقا، يعني أتينا بآخر كلمة في التعريف وهي كلمة مطلقا، ليدخل الموسع والكفاية،
لماذا؟ قال: لأن الإنسان قد يؤذن عليه الظهر فلا يقوم يصلي، لكن في عزمه ونيته أنه سوف يصلي فيما بعد، يعني بعد ساعة مثلا، فهل يذم هذا التارك؟ لا يذم. وكذلك الكفاية، الواجب الكفائي، فلو الصلاة على الميت واجبة فلم يقم يصلي لوجود آخرين يصلون، فهل يذم؟ لا يذم. طبعا المصنف بالغ هنا في التعريفات على طريقة الأصولين وأطال فيها، مع أن الخطب يسير، يعني الأمور التعريفات ينبغي أن تكون على اليسر لا على الصعوبة، لأن الغرض الإفهام، فبأي شيء حصل به الإفهام يعني يكفي. ولا أما الإغال في الحدود وطلب حد جامع مارد مانع لا يرد عليه شيء مع أن غيره قد يغني عنه، فهذا يعني من التكلف ومن التأثر بالمناطق وغيره، لكن لا بأس نشرح هذا يعني سريعا. قال: وقيل في تعريف الواجب ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو، يعني عرف بعضهم الواجب بأنه ما عوقب تاركه شرعا، فيرد عليه أن الإنسان قد يترك الواجب ولا يعاقب لأن الله عفى عنه. وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب ورد بصدق إعاد الله، يعني بعضهم عرف الواجب بأنه ما توعد الشارع على تركه بالعقاب، فقال هذا إعاد، والإعاد إخبار، وخبر الله لا بد أن يقع، فالإعاد لا بد أن يقع، وهذا غير صحيح لأن الله قد يعفو. وقيل: ما ذم تاركه شرعا، يعني أيضا بعضهم عرف بتعريف الرابع، فقال الواجب ما ذم يعني الشرع تاركه، فورد عليه الواجب الموسع والواجب الكفائي على ما بينا آنفا، فزيد فيه مطلقا ليدخل الموسع والكفائي، فحافظ يعني بهذا الذي ذكرناه، حافظ على عكسه. لماذا؟ لأنهما دخلا أي الموسع والكفائي بكلمة ماذا؟ بكلمة مطلقا كما بينا، فأخل بطرده. لماذا؟ قال: لأن النائم والناس والمريض لا يدخلون في التعريف مع أنهم تركوا يعني واجبا، والمطلوب إخراجهم. فإن قيل يعني الجواب عن هذا ما دخل النائم والناس والنائم وصاحب العذر، يعني لأن الوجوب يسقط في هؤلاء، يسقط فيهن أي في هذه الأحوال، يعني لا تجب صلاة على حائض ولا صوم على مسافر وحائض ونحو ذلك. فقيل وقيل يعني قيل في الجواب: وأيضا يسقط الوجوب بفعل البعض في الواجب الكفائي، فلما حرصتم على إدخال الواجب الكفائي ولم تحرصوا على إدخال على إخراج عفوا الناس والنائب؟ كما قلنا هذا مبالغة في طلب تعريف جامع مانع ودفع الحدود الأخرى ببيان أنها ضعيفة، وأن الذي ذكره أولا هو الحد السالم من الاعتراضات. قال رحمه الله: وهو أي الواجب والفرض متباينان لغة، لأن الفرض في اللغة التأثير، والواجب هو اللازم، مترادفان شرعا في أصح الروايتين، أي معناهما من جهة الشرع واحد، لأن كلاهما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وبالترادف قال ابن عقيل وغيره وقاله الشافعية. فإن قيل: أنتم قد قلتم هنا بالترادف، فإن الذي عليه أكثر الأصحاب هنا الترادف، وقد قلتم في الفروع بالتباين، فإن الأصحاب في الكتب الفروعية قد قطع كلهم بالتباين، وذكروا أن الفرض غير الواجب، فغايروا بين فروض الطهارة وواجباتها، وبين فروض الصلاة وواجباتها، وبين فروض الحج وواجباته. قيل: إنهم نظروا في الأصول إلى باب الثواب والعقاب، ومن ثم من حيث هذا المأخذ هما بمعنى واحد، ونظروا في الفروع إلى باب الصحة والفساد، ومن ثم من حيث هذا المأخذ هما متباينان، لأن الفرض لا تصح العبادة إلا به، وأما الواجب فتصح بدونه وتجبر، فالكلام في الأصول النظر فيه إلى باب الثواب والعقاب، وفي الفروع فيه إلى باب الصحة والفساد. والثانية الفرض آكد،
اختارها ابن شاقلة والحلواني، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا، وقاله الحنفية، واختلف اختيار القاضي، فهو أي الفرض على الرواية الثانية ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بدليل مضمون، وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو كفروض الصلاة والحج، إذ لا تسقط في عمد ولا سهو، والواجبات تسقط مع السهو، وقيل ما لزم بالقرآن. وقد حكى ابن عقيل عن أحمد رحمه الله تعالى رواية أن الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة، إذ ما لزم بالقرآن آكد. إلى هنا، نعم، أحسنت. قال: وهو أي الواجب والفرض متباينان شروع في مسألة ثانية، وهي مسألة الفرق أو العلاقة بين الفرض والواجب، بين هذين اللفظين، هذين المصطلحين، لأنهم من الألفاظ الشرعية، من المصطلحات الشرعية، ومن الألفاظ الشرعية أيضا، يعني هي من المصطلحات، وهي أيضا من ألفاظ الشارع، لأنها وردت في نصوص الكتاب والسنة. فقال: الواجب والفرض متباينان لغة، يعني أتى الآن بالقدر المتفق عليه، وهو يعني كأنه تحرير لمحل النزاع. يقول: لا خلاف بين العلماء أن الفرض والواجب متباينان مختلفان، لكن في لغة العرب، لأن الفرض في اللغة التأثير، يعني هذا الآن شروع في بيان وجه التغاير بين الفرض وبين الواجب. فقال: الفرض في اللغة ما هو؟ التأثير، ولهذا العرب تقول: فرض الخشبة، يعني حززها وقطعها، فهو تأثير. ويقولون: فرضة البحر، وهو المكان الذي تحط فيه السفن. لماذا؟ لأن المكان الذي تحط فيه السفن على شاطئ البحر يحدث هذا التوقف المتكرر ماذا؟ تأثيراً في اليابسة، ليس كذلك؟ مع كثرة الرسو في هذا المكان. قال: والواجب في اللغة هو اللازم، وجب الشيء أي لازم، فالعرب تقول: حقك علي واجب، يعني لازم. ثم قال: مترادفان شرعا، يعني في أصح الروايتين شروع في بيان الأقوال في محل النزاع، يعني كأنه يقول: وإنما اختلفوا بأن الفرض والواجب هل هما مترادفان في الشرع أو متباينان، خلاف. فبدأ بالقول الأول، قال: أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله أنهما متباينان، أنهما مترادفان، عفوا، أنهما مترادفان، فالفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. قال: معناهما من جهة الشرع واحد، لأن كليهما يثاب، مكتوب عندكم لأن كلاهما، صح؟ صلح الخطأ، لأن كليهما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا الدليل على أن الفرض والواجب مترادفان، يعني هما بمعنى واحد. والدليل أنك لو قلت الفرض ما حكمه، فتقول يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طيب والواجب ما حكمه، فتقول يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إذن هما بمعنى واحد. ثم قال: وبالترادف قال ابن عقيل وغيره، بل هو قول أكثر الحنابلة، ليس ابن عقيل فقط، وقاله الشافعية، وقاله المالكية، وأكثر العلماء أن الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، يعني أكثر الحنابلة والشافعية والمالكية على هذا القول. ثم شرع في اعتراض على هذا المذهب، يعني كأنه يقول: ناقضتم أصلكم. الآن في أصول الفقه تقولون ماذا؟ الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، فهما مترادفان. ثم أتيتم إلى الفقه ففرقتم بين الفرض وبين الواجب وجعلتموهما متباينين. فقال: فإن قيل أنتم قد قلتم هنا، يعني في الأصول، بالترادف، فإن الذي عليه أكثر الأصحاب هنا الترادف. الآن هنا صرح بأنه مذهب أكثر الحنابلة أنه الترادف. وقد قلتم في الفروع بالتباين، فإن الأصحاب
يعني فقهاء الحنابلة في الكتب الفروعية يعني كتب الفقه قد قطع كلهم بالتباين، وهذا صحيح، قوله كلهم صحيح، جميع الكتب الحنبلية على هذا التفريق بين الفرض والواجب في بعض المواضع، وذكروا أن الفرض غير الواجب، فغايروا بين فروض الطهارة وواجبات الطهارة. قالوا التسمية في الوضوء واجبة، طيب وغسل الوجه فرض، وغايروا بين فروض الصلاة وواجبات الصلاة، فقالوا تكبيرة الإحرام ماذا؟ فرض يعني ركن، وتكبيرة الانتقال أو التشهد الأول واجب، وغايروا بين فروض الحج وواجبات الحج، الوقوف بالعرفة فرض في الحج ركن، لكن مثلا المبيت بمنى أو رمي الجمار واجب. طيب الآن غايروا في الفقه، وهم في الأصول قالوا مترادفان، فظاهره التناقض، فما الجواب؟ قال قيل في الجواب إنهم نظروا في الأصول إلى باب الثواب والعقاب، ومن ثم من حيث هذا المأخذ هما بمعنى واحد، ونظروا في الفروع إلى باب الصحة والفساد، ومن ثم أي من حيث هذا المأخذ هما متباينان، لأن الفرض لا تصح العبادة إلا به، وأما الواجب فتصح بدونه وتجبر بسجود السهو. فالكلام في الأصول النظر فيه إلى الثواب والعقاب، والكلام في الفروع النظر فيه إلى الصحة والفساد. واضح الجواب؟ هذا جواب المصنف. ثم قال والثانية يعني والرواية الثانية عن أحمد التي هي المذهب الثاني في المسألة، هي أيضا مذهب ثاني في المسألة. قال الفرض آكد من الواجب، يعني أن الفرض والواجب متباينان، فالفرض آكد يعني أقوى من الواجب. اختارها ابن شاق لا والحلواني كلاهما من أئمة الحنابلة كما مر معنا، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا، وقاله الحنفية. نعم هو مذهب الحنفية ولا شك في هذا، أنهما متباينان وأن الفرض آكد من الواجب. واختلف اختيار القاضي أبي يعلى، فمرة قال هما متباينان، ومرة قال هما مترادفان، له قولان في المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله فهو بحرف الفاء، والفاء هذه يسمونها الفاء التفسيرية، وهي الفاء التي تأتي بتفصيل بعد إجمال، لأن قائلا يقول إذا قلت الفرض آكد من الواجب فما معنى هذه الآكدية؟ فسرها لنا ما معناها؟ فأتى بفاء التفسير فقال فهو أي الفرض على الرواية الثانية ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بدليل مظنون. هذا التفسير الأول، لأنه سوف يذكر عدة تفسيرات. التفسير الأول في التفريق بين الفرض والواجب وأن الفرض آكد، أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، فهذا منسوب إلى الإمام أحمد وهو قول الحنفية، يعني هذا التفسير هو الذي يوافق مذهب الحنفية رحمهم الله. قال وقيل يعني في تفسير الآكدية الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهو كفروض الصلاة وفروض الحج، إذ لا تسقط في عمد ولا سهو، تبطل الصلاة بدون هذا الفعل، ويبطل الحج بدون الوقوف بعرفة مثلا، والواجبات تسقط مع السهو ويجبرها بسجود السهو. هذا تفسير ثاني. تفسير ثالث للآكدية، فقال وقيل الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما لزم بالسنة، هذا التفسير الثالث. وقيل الفرض ما لزم يعني ما وجب، يعني ما ثبت لزومه ووجوبه بالكتاب العزيز. وقد حكى ابن عقيل عن أحمد رحمه الله رواية أن الفرض ما ثبت وجوبه بالقرآن والواجب ما ثبت وجوبه بالسنة. طيب لماذا؟ قال لأن ما لزم بالقرآن آكد
مما لزم بالسنة، لأن القرآن أعظم من السنة ولأنه متواتر كله. انتهت المسألة، ويبقى هل للخلاف ثمرة؟ فبعضهم قال أن الخلاف المسألة لفظي، لأن الكل يقول بالثواب عند الفعل وبالعقاب عند الترك، فتسميه واجباً أو تسميه فرضاً، يعني خلاف مجرد العبارة ولا ينبني عليه عمل ولا اعتقاد. وبعضهم قال لا، الخلاف عملي يترتب عليه عمل، يعني يترتب عليه أثر في الاعتقاد وفي الفقه. كيف الاعتقاد؟ قالوا جاحد الفرض يعني يكفر، وجاحد الواجب يؤثم ويفسق فقط. بعضهم قال هذا يعني. وأيضا قالوا تارك الفرض تبطل معه العبادة، وتارك الواجب لا تبطل معه العبادة إذا جبرها بجابر كسجود السهو. وبعضهم رتب عليه ما إذا ورد كلمة فرض وواجب في النصوص الشرعية، وبعضهم جعل يعني بنى الخلاف الواقع بين الأصوليين في الإصطلاحين، يعني بنى هذا الاختلاف نقله إلى ألفاظ الشرع. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم مثلا، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فيكون الفرض آكد من الواجب إذا ورد في نصوص الشرع. وبعضهم بنى عليه أيضا ثمرة رابعة، وهو قال أن الفاعل للفرض يثاب ثوابا أعظم من فاعل ثواب من فاعل الواجب، لأن الفرض آكد من الواجب، يعني أن الذي يفعل الفرض يثاب ثوابا أكبر من ثواب من يفعل الواجب، هكذا قيل والله أعلم. نعم تفضلي. نعم يسمى صحيح، أحسنت، يعني يقومون فروض الصلاة وحين يقولوا أركانها، وكذلك في الحج. نعم يجوز هذا. نعم كيف يا شيخ؟ نعم أي جزاك الله خير. الركن هو الفرض، والواجب عكسه خلافه. طيب أتى بعد هذا بثلاثة مصطلحات مشهورة هي أحكام شرعية لا شك، وهي الأداء والقضاء والإعادة، إلا أن المصنف رحمه الله ذكرها هنا بعد الواجب، وهي طريقة معروفة أيضا في كتب الوصول، فيجعلون هذا من مستتبعات الواجب، يعني من متعلقات العبادة الواجبة أنها تسمى أداء إن كان في الوقت أولا، أو إعادة إن كانت في نفس الوقت ثانيا، أو قضاء إن كان بعد خروج الوقت. وبعضهم جعل الأداء والقضاء والإعادة من الأحكام الشرعية الوضعية كما فعل ابن قدامة في الروضة، ويعني لكل طريقة، وبعد ذلك لن يختلفوا في أنها أحكام شرعية، لكن لعلنا نأتي عليها فيما بعد لأن الكلام فيها طويل. فرأيتم نجل ذكرها هنا، نخشى أن أطلنا عليكم. نأخذ الأداء والقضاء والإعادة. طيب لا بأس، اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: والأداء أي تعريفه ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا احترازا مما فعل قبل الوقت وبعده، وقلنا أولا احترازا من الإعادة، ويرد على ذلك إذا فعل بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت فإنها أداء، فلهذا قال صاحب جمع الجوامع فعل بعض، وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، ويرد عليه غير الصلاة فإن ذلك لا يتصور فيها، فلا يقال ذلك في الصوم والحج، ولا يقال إلا في الصلاة فقط، فإن الصوم لا يكون بعضه في الوقت وبعضه خارج الوقت، وكذلك الحج، ولا يكون ذلك إلا في الصلاة فقط. ويرد على قوله فعل بعض ما إذا فعل العبادة جميعها في الوقت، فإنها لا تدخل في كلامه إلا على القول الثاني، ولو قال فعل بعض أو كل كان أحسن. أحسنت. الآن بدأ بالأداء، الكلام كما قلنا في الأداء والقضاء والإعادة، فقال الأداء
تعريفه ما فعل في وقته. طبعا الكلام في الأداء والقضاء والإعادة يتعلق فقط بالعبادات، سواء كانت واجبة أو مندوبة، وليس في كل العبادات، بل في العبادات التي لها وقت، التي لها وقت مقدر شرعا، له بداية وله نهاية، لأن من العبادات ما ليس له وقت، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يقال فيه أداء وقضاء وإعادة؟ لا. رد الحقوق لأصحابها، رد المغصوب، الأذكار المطلقة، صلة الرحم، غير ذلك، هذا ليس له وقت، له بداية وله نهاية، فلا يوصف إلا بالأداء. قال: ما فعل في وقته المقدر له أولاً شرعاً، ما فعل، ما أي عبادة أي فعل وهو العبادة، فعل في وقته أي فعله المكلف في وقته المقدر له شرعاً، يعني كلمة شرعاً متعلقة بكلمة مقدر، يعني المكلف فعل هذه العبادة في وقتها الذي قدره الشارع، في وقته المقدر شرعاً. ثم قال: أولاً يتعلق بكلمة فعل، ما فعله المكلف أولاً، يعني فعلاً أولاً في الوقت المقدر شرعاً، هذا معنى الأداء. يعني يؤذن عليه مثلاً العصر، وبعد أذان العصر الآن شغلت الذمة بعبادة، صار مطالباً بتكليف وهو أداء الصلاة، فعل الصلاة، فقام وصلى، فهذه الصلاة فعل أول لم يسبقه فعل فيه خلل مثلاً، فماذا يسمى؟ أداء. لكن لو أنه بعد أن صلى العصر تذكر أنه لم يكن على طهارة فقام وتوضأ وصلى في نفس الوقت فعلاً ثانياً، ماذا يسمى الثاني هذا؟ يسمى إعادة. ولو صلى العصر بعد المغرب لنسيان أو نوم أو غيرهما من الأعذار يسمى قضاء. قال: احترازاً مما فعل قبل الوقت وبعده. احترازاً، ما هو الذي احتراز؟ ما هو اللفظ التي يشرحها الآن؟ يشرح كلمة في وقته، في وقته، لكنه ما صرح بها هنا، يعني كأنه قال: قولنا في وقته هو احتراز عن العبادة التي فعلت قبل دخول الوقت، فماذا يسمى إذا كان قبل دخول الوقت؟ قال له اسم تسميتان، يعني بحسب الأحوال، يعني قد يسمى باطلا، مثلا يقوم يصلي الظهر قبل دلوك الشمس الساعة 11 مثلا، يقوم يصلي الظهر ففعل العبادة قبل دخول وقتها، فيسمى فعله باطلا لا شيء، لا يسمى أداء ولا غيره. وإما أن يسمى باسم الرابع لم يذكره المصنف هنا مع الأقسام، وهو التعجيل، والحقيقة أن التعجيل أيضا حكم شرعي، مثل أن يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، فقد فعل العبادة قبل دخول وقتها، فماذا يسمى؟ تعجيلاً. والضابط فيهما النص الشرعي، إن جوز الشارع له الفعل قبل دخول الوقت سمي تعجيلاً، وإن لم يجوز له يكون باطلاً لاغياً، واضح؟ طبعاً وبهذا عرفنا أن الأحكام أربعة وليست ثلاثة. قال: وقلنا أولاً، يعني في التعريف أتينا بكلمة أولاً، احترازاً من الإعادة، فإن العبادة، عفواً، فإن الإعادة هي فعل العبادة في وقتها المقدر شرعاً فعلاً ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً، المهم أنه ليس فعلاً أولاً، فيسمى مهما أتى بالعبادة في وقتها ولو تكررت تسمى إعادة. ثم قال: ويرد على ذلك إذا فعل بعض الصلاة في الوقت، يعني في آخر الوقت مثلا، وبعضها خارج الوقت، يعني قبل أن تطلع الشمس ركعة ركعة،
وطلعت عليه الشمس في الركعة الثانية في صلاة الصبح، ففعل العبادة بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت. يرد على التعريف، يقول أنه يرد على ماذا؟ التعريف. لماذا؟ لأنك تقول ما فعل في وقته، وهذا الذي صلى الصبح بعضه في وقته وبعضه خارج وقته، فكيف تسميه؟ تسميه قضاء أو أداء؟ قال يسمى أداء، لأنه أدرك صلاة قبل الشروق، والنص دل على جواز ذلك، صح؟ قال فلهذا، قال فلهذا، يعني فلدفع هذا الاعتراض، قال تاج الدين السبكي رحمه الله في جمع الجوامع ماذا قال؟ قال الأداء فعل بعض، ما يعني فعل بعض، فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه، هكذا قال، فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه، يعني لأجل دفع هذا الاعتراض الذي ذكرناه اضطر يعني تاج الدين السبكي في جمع الجوامع أن يغير العبارة، فماذا قال؟ قال فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه، احتاج إلى كلمة بعض ليدخل هذه الصورة كله، طبعا كما قلنا من بسبب الإغال في طلب حد جامع مانع قد يضطر لإدخال صورة واحدة فقط أن يغير في التعريف. ثم قال وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، يعني وقيل في تعريف الأداء، وأيضا ذكره صاحب جمع الجوامع ماذا قال؟ فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه، فعل كل ليس البعض. ثم قال ويرد عليه، يعني ويرد على التعريف الثاني وهو كلمة كل غير الصلاة، يرد عليه غير الصلاة، فإن ذلك لا يتصور فيها، يعني في غير الصلاة، المراد فيها يعني في غير الصلاة، فلا يقال ذلك في الصوم والحج، ولا يقال إلا في الصلاة فقط، فإن الصوم لا يكون بعضه في الوقت وبعضه خارج الوقت، وكذلك الحج ولا يكون ذلك إلا في الصلاة فقط. يعني إذا قلت الأداء فعل كل العبادة قبل خروج الوقت، فيرد عليك أن من العبادات ما لا يتصور فيه ذلك، الصوم والحج، هل يمكن أن يكون بعض هذه العبادة، الصوم مثلا أو الحج، بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت؟ ما يتصور، ما يتصور هذا إلا في الصلاة فقط. ومن ثم فما الحاجة إلى أن تقول في التعريف فعل كل العبادة، وهذا غير متصور في بعض العبادات؟ هذا الاعتراض على التعريف الثاني. ثم عاد واعترض على التعريف الأول للسبكي وهو فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه، كلمة بعض هذه، فقال ويرد على قوله فعل بعض، يرد عليه ما إذا فعل العبادة جميعها في الوقت فإنها لا تدخل في كلامه إلا على القول الثاني الذي عبر بكلمة كل. يعني إذا قلت في تعريف الأداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه، يعني فعل بعض العبادة قبل خروج وقتها، يرد عليك ما لو جاء المكلف وفعل كل العبادة في الوقت، في الوقت، فهل فعله يسمى أداء؟ قال يسمى أداء. طيب هل يصدق عليه الحد؟ الحد هو فعل بعض العبادة، وهذا ماذا فعل؟ كل العبادة في الوقت، فما يصدق عليه الحد مع أنك تسميه أداء، يعني أنت تسميه أداء مع أن حد الأداء أي تعريفه لا يصدق عليه. طيب ماذا نفعل إذن؟ يقول المصنف، قال في 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 مخرج، كيف؟ قال ولو قال فعل بعض أو كل ما دخل وقته قبل خروجه لكان أحسن، يعني الأحسن أنك تأتي بالعبارتين معا. طبعا يؤخذ هنا على الناشر فقط أن وضع علامات التنصيص غير صحيح، يعني علامة التنصيص ينبغي أن تكون قبل كلمة فعل وبعد كلمة كل فقط،
ولا يدخلها فيما بينها، لأن إدخال هذه العلامات كأن فيه تخييراً بأن تقول الأداء فعل بعض أو تقول الأداء فعل كل، وهذا لا يريده المصنف. يريد المصنف أن تجمع العبارتين، وحينئذ علامة التنصيص أظنها واضح لكم الآن كيف تجعلونها. بأن تقول فعل بعض أو كل ما دخل وقته قبل خروجه، فتدخل الصورتان ولا يرد عليه شيء. فضل الشيخ. قال رحمه الله: والقضاء أي تعريفه ما فعل بعد الوقت بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق، ولا بد من فعل جميعه بعد وقت الأداء، فلو فعل بعضه في وقت الأداء كان أداء، ثم إن أخره عمدا فهو قضاء، وإن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض أو لمانع شرعي كصوم حائض فهل هو قضاء ينبني على وجوبه عليه؟ فهل هو قضاء ينبني على وجوبه عليه؟ فيه أقوال، وقيل روايات. قال صاحب المحرر: يجب، وذكر أنه نص أحمد واختيار أصحابنا. نعم، الآن شرع في القضاء بعد أن ذكر الأداء، فقال في تعريفه ما فعل، أي عبادة فعلت، ما فعل بعد وقت الأداء. وهذا التعريف إن أراد يعني المصنف يعني التدقيق فيرد عليه الدور، لأنه أتى بمصطلح آخر هو خلاف هذا المصطلح وهو الأداء في التعريف، فيتوقف تعريف القضاء على تعريف الأداء والأداء على تعريف القضاء. فكان ينبغي أن يسلك ما سلكه في التعريف الأول، كيف يقول؟ ما فعل بعد وقته المقدر شرعا، المقدر له شرعا، أليس كذلك؟ أليس هذا أحسن؟ فيسير على نفس العبارات الأولى ولا يدخل كلمة الأداء ويجعلها جزءا من التعريف، فيتوقف المعرف على بعض التعريف ويتوقف بعض التعريف على المعرف، وهذا عين الدور. قال: استدراكا لما سبق، يعني هكذا ما فعل القضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق، جعل كلمة استدراكا قيدا في التعريف، يعني قام وصلى الظهر مثلا في وقتها ثم تذكر أنه لم يتوضأ فقام توضأ وصلى الظهر للمرة، عفوا بعد خروج فات عليه وقت الظهر يعني أذن الظهر ثم بقي إلى أن أذن العصر ولم يصلي نسيانا، فقام بعد العصر وصلى الظهر، ماذا يسمى فعله؟ يسمى قضاء. لما تسميه قضاء؟ فتقول لأنه فعل العبادة بعد خروج وقتها المقدر شرعا، فالفعل هذا هو استدراك لما فات وقت الأداء، لما فاته وقت الأداء. قال: ولا بد من فعل جميعه. قوله ولا بد يعني ولا بد لتسميته قضاء، وليس المراد أنه لا بد للمكلف أن يفعل العبادة جميعها بعد وقت الأداء، هكذا يفسد المعنى، لكن المقصود ولا بد لتسميته قضاء من فعل جميعه بعد وقت الأداء، فيكون بداية الفعل ونهايته وقع كله بعد خروج الوقت المقدر شرعا. قال: فلو فعل بعضه في وقت الأداء كان أداء، يعني كما سبق في المسألة السابقة. قال: ثم إن أخره عمدا فهو قضاء، يعني بلا خلاف، إذا كان المكلف أخر العبادة عن وقتها المقدر شرعا حتى صلاها بعد خروج الوقت، صار فعله بعد خروج الوقت يسمى قضاء بلا خلاف. قال: وإن أخره لعذر تمكن منه، تمكن منه يعني استطاع القيام به. يقول أن المكلف إذا أخر العبادة عن وقتها المقدر شرعا مع تمكنه من الأداء، يعني مع قدرته عليه، مثل المسافر والمريض في رمضان، فإنه يستطيع وقت السفر أن يصوم، ووقت المرض بعض المرض يمكن أن يصوم معه الإنسان.
قال: أو أخره لمانع شرعي. المكلف أخر العبادة عن وقتها المقدر شرعاً لمانع شرعي كصوم الحائض. قال: فهل هو قضاء أم أداء؟ خلاف بين العلماء. الذي يقضي رمضان بعد رمضان، فاته أيام رمضان ثم صار يقضيها، يعني صار يأتي بهذا الواجب في ذمته، صار يفعله بعد رمضان بعد خروج الوقت المقدر شرعاً، فعله هذا للصوم في شوال مثلاً أو القعدة أو ذي القعدة، هل يسمى أداءً أو قضاءً؟ خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف مبناه على مسألة ذكرها الأصوليون، وهو: هل يشترط في القضاء تقدم الوجوب أو تقدم سبب الوجوب؟ القضاء هل يشترط له تقدم الوجوب أو تقدم سبب الوجوب؟ فينبني عليه ماذا؟ إن قلنا القضاء يستلزم تقدم الوجوب، فإنه ينبني عليه ماذا؟ أن فعله بعد خروج الوقت يسمى أداء، يسمى قضاء عفوا. لماذا؟ لأن هذا كان يجب في حقهم الصلاة والصوم وغير ذلك، ففعلهم للعبادة بعد خروج وقتها ماذا يسمى؟ يسمى قضاء. لماذا؟ لأن الذمة قد تعلقت من يوم دخل الوقت، من حين دخل الوقت، فهو واجب عليه. وإن قلنا لا، إن هؤلاء المذكورين المريض والمسافر في رمضان والحائض تترك الصوم، أنه لم يكن عليهم واجب أصلاً، وإنما تعلقت الذمة تعلق الوجوب بذمتهم بعد خروج الوقت، لما صار المريض معافاً، ولما صار المسافر مقيماً، ولما طهرت المرأة، حينئذ تعلق الوجوب بذممهم بعد خروج الوقت، فحينئذ فعلهم سوف يسمى ماذا؟ أداء، لأن الذمة ما كانت مشغولة أصلاً بهذا الواجب. واضح البناء؟ طيب، من الراجح يعني؟ هو يبدو والله أعلم أنه خلاف العبارة، والأقرب والله أعلم أنه يسمى قضاء، وهو مذهب أكثر العلماء أنه يسمى قضاء، لكن الحقيقة أن الخلاف العبارة، لأن الكل يوجب عليه فعل العبادة، لكن هل تسميه اصطلاحا قضاء أو أداء؟ الأقرب والله أعلم أنه يسمى قضاء، لحديث عائشة: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فسمته قضاء. نعم. قال: أقوال، يعني عن الأصحاب وغيرهم، وقيل روايات عن الإمام أحمد. قال صاحب المحرر مجد الدين ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 652، قال: يجب. ما معنى يجب؟ يعني يجب على المذكورين، يجب عليهم العبادة حال العذر، فالمسافر يجب عليه الصوم، والمريض يجب عليه الصوم، والحائض يجب عليها الصوم. كيف يجب؟ قال: يعني يجب يعني في الذمة، لا إيقاع العبادة الآن، يجب في الذمة، يعني الذمة تعلقت بهذا، أما الفعل فلهم أن يؤخروا، ويجب على الحائض أن تؤخر. قال: وذكر أنه نص أحمد واختيار أصحابنا. وبناء عليه، إذا كان هو هذا الصحيح، يسمى فعلهم بعد خروج الوقت يسمى قضاء، بناء على أن الوجوب قد ثبت في الذمة وقت الأداء. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: والإعادة أي تعريفها ما فعل مرة بعد أخرى، ورد عليه ما فعل بعد الوقت، قلنا هو إعادة، وقيل في وقته المقدر له ليخرج ما فعل بعد الوقت
وقيل لخلل، لأنه إذا لم يكن في الأول خلل فلا فائدة في إعادته. أحسنت. هذا الآن يعني ثالث الثلاثة من هذه المصطلحات الأصولية والتي هي أحكام شرعية، وهي الأداء والقضاء، وختم بالإعادة. فقال الإعادة ما فعل مرة بعد أخرى، يعني عبادة يفعلها المكلف بعد فعل سابق أول لنفس العبادة. قال ورد عليه، اعترض على هذا التعريف، بما فعل بعد خروج الوقت مرة بعد أخرى. هذا معنى الكلام، ورد عليه اعتراض، وهو ما فعله المكلف بعد خروج الوقت مرة بعد أخرى، يعني قام إلى الصلاة، صلاة الظهر بعد خروج وقتها، يعني في وقت العصر قام وصلاها بعد خروج الوقت، ثم بعد أن فعلها فعل الظهر في وقت العصر تذكر أنه لم يتوضأ، فقام وتوضأ وصلى الظهر في وقت العصر فعلا ثانيا، فماذا تسميه؟ ينبغي أن تسميه قضاء، لأنه بعد خروج الوقت، مع أنه داخل في تعريف الإعادة، لأن العبادة ماذا قال؟ ما فعل مرة بعد أخرى ولم يذكر وقتا، ما قال بعد خروج الوقت، فيرد عليه العبادة التي يفعلها المكلف مرة ثانية لكن بعد خروج الوقت. فماذا قال في الجواب؟ اختار الطريق السهل في الجواب وهو المنع. أسهل طرق الجواب هي المنع، يعني منع القول هذا. فماذا قال؟ قلنا هو إعادة، يعني لا نسلم أنه قضاء، وإنما أيضا نسميه إعادة حتى لو بعد خروج الوقت. ولا شك أن الأحسن أن يقال لا، أن الإيراد وارد، وأنه ينبغي أن يقيد التعريف بقولنا ماذا؟ ما فعل مرة بعد أخرى في الوقت المقدر شرعا. أليس هذا الأحسن في الجواب؟ يعني الأحسن في الجواب أن يذكر الوقت في تعريف الإعادة كما ذكره في تعريف الأداء والقضاء، فيقول الإعادة فعل العبادة مرة بعد أخرى في الوقت المقدر شرعا. ثم قال وقيل في تعريف الإعادة ما فعل في وقته المقدر شرعا ليخرج ما فعل بعد الوقت، ولا شك أنه أحسن الثاني الذي عبر عنه بقيل، أو لا شك أحسن، وبه يحصل انفصال هذه المصطلحات الثلاثة بعضها عن بعض، فيتميز الإعادة من القضاء من الأداء. ثم قال وقيل لخلل، يعني وقيل في تعريف الإعادة ما فعل في وقته المقدر شرعا مرة بعد أخرى لخلل في الفعل الأول. ما فعل في وقته المقدر شرعا مرة بعد أخرى لخلل في الفعل الأول. فماذا قال؟ قال وقيل لخلل لأنه إذا لم يكن في الأول خلل فلا فائدة في إعادته، يعني قال إذا الفعل الأول ما حصل فيه خلل فما الفائدة أن يأتي ويقوم ويأتي بالعبادة مرة أخرى مرة بعد أخرى. هكذا قال المصنف، نفى الفائدة عن فعل المكلف للعبادة مرة بعد أخرى، وظن انحصار الفائدة في إعادة العبادة في وقتها، ظن أنه ينحصر في وجود خلل في الأول، مع أن هذا لا يستقيم. لماذا؟ لأن المسلم قد يعيد العبادة في وقتها المقدر شرعاً لا لخلل في الفعل الأول، وإنما لإدراك فضيلة، مثل شخص صلى في رحله ثم وجد الجماعة، ماذا يشرع له؟ إعادة الصلاة. فهل في خلل في فعله الأول؟ هل يوجد خلل؟ لا يوجد خلل، صلاته صحيحة الأولى، لكن ماذا أراد؟ أراد إدراك فضيلة الجماعة. أو شخص ما أدرك الجماعة فقيل له من يتصدق على هذا، فقام معه رجل وصلى، هذا الذي قام معه يصلي، ماذا تسمى فعله؟ ماذا يسمى؟ إعادة. هل وقع خلل في فعله الأول؟ لا،
وإنما وقع لإدراك فضيلة. فالصواب ألا يقال لخلل، بل يقال مطلقا، يعني فعل العبادة مرة بعد أخرى في وقتها المقدر شرعا مطلقا. وحينئذ يفسر مطلقا بالتفسير بالحالتين، ما إذا وقع خلل في فعله الأول فأراد أن يتداركه، وما إذا لم يقع خلل وإنما أراد إحراز فضيلة شرعية دلت عليها النصوص الشرعية. نعم. ويبقى فقط مسألة يعني تحير فيها بعض الأصوليين، وهي ما إذا فعل المكلف العبادة التي لها وقت شرعي لكن لم ينعقد سبب وجوبها، ففعله ماذا يسمى؟ أعيد، أن يفعل المكلف عبادة لها وقت مقدر شرعا لكنه فعلها ولم ينعقد سبب وجوبها، ففعله ماذا يسمى؟ يتصور هذا في ماذا؟ في حالتين، حالة موجودة يعني إلى اليوم، وحالة تكون في آخر الزمان. الحالة الموجودة اليوم، الذين في شمال الأرض تغرب عليهم الشمس فيدخل وقت المغرب، وبعد الشفق الأحمر تطلع الشمس، يطلع الفجر، فوقت العشاء غير موجود. وقت العشاء غير موجود، يعني هذه الأمارات الحسية الدالة على وقت العشاء غير موجود، والعشاء له وقت مقدر شرعا، والعشاء لا تسقط في أحد القولين وهو المرجح. فإذا بنينا على القول بوجوب صلاة العشاء في حقهم، ففعلوا الصلاة هل يسمى أداء أو يسمى قضاء أو يسمى تعجيلا؟ محل بحث، لأنه سوف يصلي العشاء في غير وقتها، لكن هل يسمى أداء أو قضاء أو تعجيلا؟ محتمل هذا. والحالة الثانية ما يكون في آخر الزمان، إذا وقعت أعظم الفتن، وهي فتنة الدجال، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. فسأل الصحابة عن الصلاة فقال أقدروا لها، فسوف يصلون العبادة في غير وقتها، ليس كذلك؟ لأنهم يقدرون تقدير فقط. فهل يسمى فعلهم أداء أم ماذا؟ محل يعني محل البحث. طيب، قلنا من قبل أن التعجيل هو حكم الرابع، لأن هذه الأحكام التي ذكرناها الأربعة هي تتعلق كما قلنا بالعبادات التي لها وقت شرعي ومدار الحكم فيها على الوقت، كون العبادة في الوقت أو قبل الوقت أو خارج الوقت، وأيضا مدارها على الفعل، هل هو فعل ثان أو فعل أول. ومقتضى هذا أن تكون الأحكام أربعة لا خمسة. لماذا؟ لأن فعل العبادة إن كان في الوقت فعلا أولا فهو الأداء، وإن كان في الوقت فعلا ثانيا فهو الإعادة، وإن كان بعد خروج الوقت فهو القضاء، وإن كان قبل دخول الوقت لدليل طبعا جوز هذا يسمى تعجيلا. فالزكاة الفطر هي متعلقة بالعيد، فلما تخرجها في يوم 29 رمضان أنت فعلت العبادة هذه قبل دخول وقتها، فماذا يسمى؟ يسمى تعجيلا، فيكون تكميلا للقسمة. نعم. والتعجيل ذكره بعض الأصوليين، يعني بعضهم ذكرها أربعة ليس ثلاثة، لكن الأكثر على أنها لا، هو موجود في الفقه، لكن في الأصول ذكرها بعض الحنفية، ذكروا القسمة جعلوها أربعة. هذا والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.